السلام عليكم خوص، مرحبا بكم معنا من سوق سطات. اليوم 19 شهر 2022. عطاو هاد الغلمه 18 صحيبي، ما عندناش ورطيناها ياك. هذه حقيقه، هذه الحقيقه. فين كاين المرقد ديالها؟ سيد العيدي. واخا كي دايره في السن ولا دار طبيعيين صغير، مجموع صغير ولا دار طبيعيين زينين، تخلي لنا نمره التليفون الا بغى شي واحد. والد اخر فهم. 06 07 66 24 24 08 24 08 08 عندك في الاخر 83 سير 83 تبارك الله يسهل عليك. امين ادري واش مازال ملي غتخرج غادي نقاد ان شاء الله. سير ثم اخوان النمره راه قال لينا، واللي بغى هاد السليعه عطاو 900 درهم. شحال قطعتي انت؟ خوتي ما ضرينا ما تقدر، احنا ما عندناش هاد اللي ما قطعتيهاش كاع. صافي رجعتي بحال خير. حنا خرجناها كاع، ما قطعتناش، حنا خرجناها. تبارك الله. سير هنا عجازين اولاد راقبين، اللهم بارك وزد في ذلك. قولي وقف لينا، قولي وقف تنشدوا عليها مزيان. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. الاولاد هما ذوق 900 درهم اللي عطاو. تبارك الله. تبارك الله، اللهم بارك. الله يسهل على موالي. اللي بغى اخواني عيط النمره اللي عطاني، نعاودوا النمره ديال بحال عاود النمره. عاود راك 67 ايه ايه صاف. وسميتو؟ سميتو ياسي. 50 50 بزاف عليها بقات ديال في يدي. الله يسهل عليكم. يا قال لي عطاوكم 18 مرجعتوها. لا بعناها، واش رجعناها؟ ولا كيكذب علينا؟ شحال بعتها؟ بعناها ب 20. بعتوها ب 20. باقي عندكم شي سلعه ولا؟ لا ما بقاش. هذا الشيء اللي كاين. اذا تباعت ب 1000 درهم باش مشات. جامعه كلها ياك؟ جامعه. مشات ب 1000 درهم اخوت. هذاك الدري كيتمازح شويه، ما تعيطوش ليه من الاخر. الله يسهل على مولاي الداه، اللهم يسر اللهم بارك. قول لي كي دايره في السنه؟ والده خروفه. السنه الجامعه، السنه الاخرى هي الجامعه، ولكن باقي مجموع صغير. مجموع صغير؟ وهذيك الاخرى؟ الثمنه؟ 7400. 370 درهم. واه 370 درهم. وهاد الراجل كان راجل شد عليا هذا. وانت انت كنتي متابع ديالنا. الله يسهل عليك. كل سوق كاع الرحام مشيتي ليها، ما خليتي حتى سوق مشيتي ليها. الله كنتبعك ديما، ما نعاودوش. الله يسهل. الله يجعل ربي يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله تربح فين باذن الله. يكتك السير غادي تكسب. الله يسخرك، الله يسهل عليك. بحال هاد الشهادات اخوان صراحه كتفرحنا بكل صراحه. كما قلت لكم النعجات اللي دازوا في الاول اخوان تبيعوا ب 1000 درهم، حتى واحد ما يعيط لك النمره اللي خلاها داك السيد كيتفلى. هذا الشيء ما كان اخو. تبارك الله عليكم والله يسهل لك. الله يسهل نشد نبينك حتى معايا نبينك. الله يسخر لهذا الراجل، كان راجل الله يعمر هذا. الله يسهل لك، الله يسهل لك وتربحوا فيه ان شاء الله. تبارك الله عليكم. تبارك الله. ثنية كي دايره في السنه ولا جوج؟ جامعه. خروفه وخروف؟ مجموع جديد. خروفه وخروف اللي ثابت اخويا الثمن اللي عاطينا. الثمن ديال خروفتي ديال 25. تديتيها ب 25. الله يسهل عليك المرضي فيها. 25000 باش داها. الله يسهل عليه. 1250 درهم.
تحياتي لكاع المتتبعين ديالنا، الناس اللي في المغرب والناس اللي خارج المغرب، مرحبا بالجاليه المغربيه، مرحبا بكل الناس اللي دخلوا عندنا جداد، مرحبا بهم. الناس اللي كيتصلوا بينا وما كنجاوبهمش غير يسمحوا لينا وصافي، والله يسخر الجميع والله يسهلك، الله يسهلك. 1250 نشوفوا الخروف نبينوه. الله يسخر. هادي راه اخوانا مشارجي في الطوموبيل ديال الصديق ديالنا بات رضوان، كي دايره السنة؟ واش واعية سداسية؟ ولد خروف. ولد خروف شحال باش ديتو اليوم؟ 36 36 1800. كانت شي حاجة ما زعما ما غلا منا ولا هي راه السوق؟ لا هي راه السوق. ياك خديتيها؟ السوق 1800 درهم لا سطات، تبارك الله ما شاء الله صوتية. خاصني نبين الخروف. يوسف ولد رطب بالي، رطب من هنا شوية عليه شوية عليه. أرى لي تبارك الله. شوية على يوسف شوية، راه تيبان نيلو نيلو تبارك الله. كافي صافي تبارك الله. تلقوا يوسف تلقوا دابا تلقوا. مليح. 1800 درهم. تبارك الله. ولا بغى شي واحد يشريها لا خلى ليا كومونتير نعطي النمره تاع رضوان. ياك الله يسخر. تبارك الله عليك الوالد تاع رضوان، حتى هو اللي قال لنا راه كاينه في الطوموبيل يلاه جيو معايا صوروها. واخا انا بغيت الصراحه بغيت نصور مع الخروف ولكن ما عنديش كيفاش ندير الطوموبيل ساده مولاه. لا نطلع من الفوق ما كاين حتى مشكل. الله يسخر. مازال غنبين عليكم الخوت باش تشوفوها مزيان. السلام عليكم الاخوان الاخوات، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا في القناه ديال الاخ الصديق عبد الغني، نتوقع ماشيه بالمغرب، تبارك الله عليكم، وانا طالع عند هذا النجاة تبارك الله، اللهم بارك. راه السوق ديالنا اليوم في السطات كتواجد اليوم هنا في السطات الاخوان، وما تنساوش تدعموا الصديق ديالنا اسواق الماشيه بالمغرب. جيبوا لي زابوني ودعموا وبارطاجيو لي فيديو تبارك الله. هو راه ديما كيجيبكم الجديد وكيجيبكم راس السوق والحاجه المليحه ديما كيصورها تبارك الله. انتم كتشوفوا الصديق عبد الغني ومعكم بيع وشراء الدواجن عند يوسف اللي شحال هذا ما دار لا فيديو لا والو. تبارك الله عليكم ان شاء الله مع الظروف وهادي، دابا رجعوا للميدان ان شاء الله، اللهم بارك الله يسخر حاجه مليحه. 1800 درهم اخوان، والثمن ديالها كانت راه 16. تحياتي لك كبيره تبارك الله عليكم. يلا يوسف طلع ودير لنا شي تصويره معايا. يا قال لك 12 شحال باش قاطع عندك؟ 12 شحال عطاوك اللي عطاوك؟ باقي ما عطاونا والو، باقي ما عطاونا والو. كي داير في السنين؟ سداسيات سداسيات تقاطع 12 وما عطاوك حتى حاجه. انا كنقول لكم الدار اللي ما بقاش كيصلي يبدعو عباد الله هتقولي به، عباد الله اللي ركبتو ما بقاش كيتنيها هتقولي بيه، عباد الله اللي ركبتو ما بقاش كيتنيها هتقولي بيه. طالب السميه، طالب السميه ما عطاه والو. جيبو عندي اللي بكوك من كتافو جيبو عندي، شي واحد بغا يسافر شي حاجه باش نطلب منو جيبو عندي. والله يسهل على الجميع، الله يسهل على الجميع. اللي مع الناس اللي عندهم كيبغي يدور يدور الحركه جيبو درك. كما قلت لكم عاطينهم 12 طالب 12000 ما عطاني حتى واحد. باين مع واحد الراجل معاونه. شحال هادي ثمن؟ هادي خويا ثمن 10. كي دايره في السنه؟ جامعه؟ جامعه رواسيه؟ رواسيه جامعه 500 درهم. وهذيك اللي مليتها هي؟ هذيك 20 اخويا شحال ما عرفتيش. وهذا اخويا عطينا الثمن ديالو؟ عطينا الثمن بصراحه 17000 بجوج ديال هي وخوتها. الغلام رخيصة ياك؟ الزيت غلا. ها؟ الزيت غلا. الغلام رخيصة الزيت غالية. الزيت غالية والله يسخر. الله يسخر ديال الدراويش والزيت ديال الناس اللي الله يصاوب. الله يسخر الله يسخر الفلوس. قدر يكونوا واصلين قد قدر ما يكونش هذاك هو الثمن ديالك. الله يسخر جامد. هادو اخوان النعجات
كي داير فرم لي ديال الله ديال اخويا فرم فرم قمت 40 بايات كيزيدي جامع جامع كل جامع ياك جامع زي جامع هادو اخوان تم الثمن تعطينا الثمن تاع المشرى ولا باش باغي نبيع 100 درهم باش المشريات باش مشريات 100 درهم ميضر تخلي النمره تاع التليفون هذا بحال كاين شي حدين كيسولوا على الغلب ندير عبد الله عبد الله يخلي لنا النمره ولا عبد الله جبد انا كانت عندك في التليفون جبد خلي يلا جيبوا لي جيبوا لي نخليو لكم رقم التليفون كاين الاخوان كيسولوا على بحال هذا الغلب واللي بغى يشري نخليو ليه النمره تاع التليفون يدي يتهلا فيها يعتق لعل وعسى والله يسخر الله يسخر الجامع صافي ما عندوش ماشي مشكل الله يسخر الجامع 100 درهم نشوفو مازال نشوفو لقينا مرخصة اخوان غنجيبو ليكم الله يسخر ليه الله يجيب ليه تيس كي داير اسنا ستاسيا اش والدة شحال 4000 تصويرة 100 درهم قد اش والدة والدة برشا والدة جدية جدية ثمن ستاسيا ثمن طراين تاع كواترو العقل تاع 30 دوس ثمن بوات كامل الله يعطيك ثمن اخويا هي مشريه ب 17000 850 هذيك اللي نعسه تسول فينا ديما ما تسول فينا الدعم لا نعسها الدعم ان شاء الله غادي يكون خيشه تاع الرويزه للمعزه انا عطاوك بعدا خيشه للمعزه مزيان خويا كمال كيدير بخير الله يبارك فيك قال لي الوالد مشريه 17 سداسيه والده جديده سداسيه والده جديده وجدي الله يعاونوهم قلنا لهم يعاونوهم ان شاء الله غيعاونوهم نقتلوا لهم بعد الماكله راه غاليه الماكله غاليه فعلا ترى البشر البشر واعي كيفاش؟ صافي جدي 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 يقول 12 بارك هادشي ولدي ديال هادوك ديال هذاك الساعه اسمانات هادوك ديال الدبيحه ديال الدبيحه والو هذيك الساعه كان شويه كان شويه المعزي يخرج ولا شنو ما كانش المعزي لو لو ما كاينش كاع الله يسخر اخويا كامل الله يجيب التيس الله يرضي عليك معزة دافع عطينا 10 كي دايره في السنة ضروري من تم السوق هذا اليوم قطعة الحزم ولا سير بيض ها انا لابسو السراول حاجة 500 قال لك الاخوة اللي عاطينو دافع بالنسبة للناس اللي بقاو يقول يدير لنا المعز سطات سطات راه ما فيش معز بزاف كما تشوف الله يسخر لي الله يسخر لي الله يسخر لي مرحبا بكم وتبارك الله عليكم نتمنى الفيديو يعجبكم والله الله يسهل على الجميع تحياتي لكم كبيرة من مسوق سطات الله يسخر لي الله يسهل لي